احمد ربنا اول حاجه، بس نفسي افرح من غير وجع يعني، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. النهارده الحمد لله الولاد قدموا مباراه في منتهى الروعه، 3-0 على نادي محترم نادي الجيش. قرينا الفرقه كويس قوي وعملنا ما علينا زياده. بشكر الجماهير وبشكر اللعيبه قوي قوي على المجهود ده، الحمد لله. والله الحمد لله على المكسب. فريق النادي الاهلي دايما معد بالبطولات ودايما يفرح جمهوره ودايما يفرح مجلس الاداره. الحمد لله لعب النهارده كالرجاله وقدرنا ان احنا ماتش بعد اصابه قطب، الحمد لله قدرنا ان احنا نقعد مع بعض ولازم نجيب البطوله دي عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر اصابه احمد قطب. بادر البطوله دي لاحمد قطب لانه هو راجل المباراه وكان راجل الماتشات كلها. الحمد لله على المكسب والف مبروك مبروك النادي الاهلي. بحب اشكر كل الجمهور اللي جه واقف يساعدنا واقف في صفنا، والحمد لله البطوله كانت صعبه بصراحه، والواقع كانت فيه فرق في من مصر كتير وقويه واحنا لاعبين معاها قبل كده، والحمد لله قدرنا ان احنا نتكلم عليهم واللي هو اتاخد مننا الشوط واحد، وعشان في ارضنا الحمد لله اللي احنا كسبنا الحمد لله. بشكر الجمهور ومجلس الاداره اللي جم ساندونا ووقفوا معانا وهم اللي خلانا ناخد البطوله، لو هم ما كناش خدنا البطوله. وبحب اشكر الجهاز الفني وكابتن ميدو مسلحي اللي هو تعب معانا وبذل مجهود جامد، كل الجهاز من اصغر لواحد لاكبر واحد، من الاول عامل الاوضه لحد رئيس الجهاز عندنا الحمد لله. وبحب ابارك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. رغم الاصابات عندنا وفي ناس بترجع وكابتن احمد قطب اللعيب بتاعنا الاوبوزيت الاساسي اتصاب اول امبارح، احنا بنقول الحمد لله واحنا اللعيبه رجاله وكنا متعودين ان احنا هنهدي له الفوز وجماهير نادي الاهلي ومش هنطلع من البطوله دي الا لما نكون كسبانين ان شاء الله. وبنحمد ربنا على المكسب والاداء الجميل والنهائي المشرف طبعا اللي احنا عملناه 3-0 في نهائي افريقيا ونهائي الدوري كان بنلعب برضه مع نادي الجيش. الحمد لله على الاداء والحمد لله على الفوز. طبعا ببارك جماهير النادي الاهلي، ببارك الجهاز الفني المحترم، ببارك لاحمد قطب طبعا، بقول له ربنا يشفيك يا رب ويعافيك ويعافيك بالسلامه. لعيب الله اكبر عليه ماشي في البطوله، يعني نقول ايه، يعني ماشي زي سرعه صاروخ. نقول له قطب ربنا يشفيك يا رب ويعافيك. انا بهدي البطوله طبعا وبهديها للكابتن ميدو محمد مسلحي، تعبنا كتير قوي من الصيف اللي فات، مركزين جامد جدا، الراحات قليله، خلصنا بطوله الدوري ربنا كرمنا بيها، طلعنا على المطار بعدها باربع ساعات، طلعنا معسكر بولندا، رجعنا لعبنا ماتش كاس، يومين كنا في معسكر مغلق البطوله الافريقيه. لا المنظومه كلها تعبت. ببارك لكابتن تامر تايجر، محمود جمعه، اللواء خالد ابو زينه، ببارك لميكي، احمد عامل الغرف، ببارك الناس دي كلها، المنظومه كلها تعبت، ببارك مجلس اداره، ببارك للجماهير الكبيره اللي جت ديت كلها، بقول لهم الف مبروك بطوله يعني ولا احلى ولا اروع، الحمد رب العالمين.